سوف تتمكنون من معرفة جميع أوجه المجاز أو لي فيغور دو ستيل باللغة الفرنسية. الشرح سوف يكون مبسط للغاية لجميع التلاميذ باللغة العربية وكذلك باللغة الفرنسية. Bienvenue mes chers élèves de premier bac. Alors, encore une fois, vous allez reconnaître et identifier toutes les figures de style qui existent au programme de premier bac pour cette année. Pour mieux se préparer au régional de 2020 sera pour le mois de juin. L'explication sera accessible à tout le monde, sera en deux langues bilingues, la langue française et la langue arabe. Restez toujours connectés avec nous. Nous sommes ici pour vous aider à mieux passer le régional en français et avoir une bonne note. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء. سوف نواصل الحديث حول أوجه المجاز لفيغور دو ستيل. وسوف نخصص في هذه الحصة الحديث حول فيغور دامبليفيكاسيون أو التضخم. تتجلى في التضخم أي فكرة إلى حد المبالغة فيها. Il consiste à amplifier une idée, parfois jusqu'à l'exagération. من خلال هذه الأمثلة هذو اللي تقدمها لكم تبان بأن صيغة المبالغة باردة فيها بشكل واضح. Je meurs de faim. Mourir de honte. Un vent a décorné les bœufs. Je meurs. Mourir de décorner les bœufs. Adim bin abraz l'emsila al-khassab l'hyperbole. Sandakhmo al-fikre ila had al-mubalagh fi. Il consiste à amplifier une idée, parfois jusqu'à l'exagération. Bin ahem les figures de style khassakum stawou bchekl jayid houa la fausse question, question oratoire ou rhétorique. Ce elle, c'est une kéri. تحدثه هو جواب لا يحتاج الى جواب من بين اهم لي فيغور دو ستيل اللي خصكم تستوعبوا بشكل جيد تستعملوا في لا بروديكسيون كريت في التكست ارغيمونطاتيف هو لا فوس كيسيون كيسيون اوراتوار كيسيون ريتوريك سؤال استنكاري هذا السؤال الاستنكاري هو متنكر على شكل سؤال لا يحتاج الى جواب تابعوا معي الامثله Ne suis-je pas adorable? Ils m'ont bien gardé, ils étaient polis à l'arrivée au départ. Ne dois-je pas être content de Victor Hugo, le dernier jour d'un condamné? Il y a un petit c'est une affirmation déguisée sous la forme d'une question, question sans attendre de réponse, là il y a des joueurs. Manière déguisée d'affirmer une opinion. Vous avez compris? Il donne le rêve de nous ou il est clair à la moyenne. Il donne l'un sauf un truc et là, nous avons dit de modifier d'assignation. Il donne l'un sauf un truc et là, nous avons dit de modifier d'assignation. الآن سوف نتطرق إلى نوع جديد من الفيغور دو ستيل تسمى الفيغور داتينياسيون الفيغور داتينياسيون وكذلك الفيغور دامبليفيكاسيون أقصد بالذكر الهيبربول عندهم واحد الميزة مشتركة واحد الصفة مشتركة سي لو شونجمون دو دوغري دو ليدي معناها تيقوموا بتعديل واحد الفكرة معينة بالنسبة للهيبربول كما شرنا تضخموا من فكرة معينة دين تضخيم amplifié jusqu'à l'exagération حد المبالغ إلى حد المبالغ دين الفكرة إذا تكون عادية هو تبالغ فيها إلى حد درجة قصوى هذيك تسمى ليبربول دين هناك تغيير من درجة معينة من ناحية فكرة أما الوجه العكسي ديال ليبربول هما لي فيغور داتينياسيون تقريبا هما جوج لا ليطوط et l'euphémisme. Quel est l'écart entre les deux? L'euphémisme et la litote par rapport au défi de chaque واحد فيهم سوف نتطرق ونشرح لكم بشكل دقيق باش تميزوا ما بين لا ليطوط و الاوفيميزم في اي فيغور دو ستيل نطرح لكم. اذا المهم انكم خاصكم تفهموا بان ليبربول ولا ليطوط و الاوفيميزم عندهم واحد الميزه مشتركه انهم يقومون بتعديل او تغيير واحد الدرجه معينه من الفكره.
مثلا كما شفنا لا ليكزاجيراسيون ولا ليبربول تكون فكره عاديه، وتقوم الكاتب مثلا بتضخيم هذه الفكره الى درجه القصوى حتى المبالغه، هذه تسمى ليبربول. اذا اللي بغى الكاتب يقلل من حده ديال فكره معينه من الدرجه ديالها تستعمل سواء لا ليطوت او لو فيميزم. سؤال مطروح هنا، كيف يمكن لي نكشف على ونتعرف بالخصوص على لا ليطوت اي لو فيميزم؟ بالنسبه لا ليطوت من خلال هذا التعريف باللغه الفرنسيه غادي تحاولوا تعرفوا عليه. لا ليطوت il consiste à dire moins pour faire entendre le plus ou davantage. سوف اقدم لكم بعض الامثله للفهم والاستيعاب بهذه لا ليطوت. مثلا عوض ما تقول je t'aime beaucoup لان هي لو بلوس او لافونتاج تتقلل منها je ne te hais point، هذه المعنى لو موان. عوض ما تقول je t'aime beaucoup تقول je ne te hais point. مثال على ذلك عوض ما تقول شي سيدة tu es belle tu es belle on dit tu n'es pas laide. العكس ديال belle هي laide، ولكن فاش تكون فاش نستعملوا لا دوبل نيغاسيون تنفيو هذاك الصفه ديال لا ليدور. tu n'es pas laide معنى tu es belle. اذا بالنسبه للمتلقي خاصو يفهم افونتاج، خاصو يفهم لو بلوس، ولكن تتقول ليه لو موان باش تفهمو لو بلوس. تتقول لي مثلا je ne te déteste pas باش تفهمو tu l'aimes beaucoup. Vous avez compris? Il a beaucoup de travail. هذا خاصو يفهم المتلقي. Il a beaucoup de travail. ولكن انت فاش تستعمل لا ليطوت غتقول بهذه التقنيه هذه il ne chante pas. Il a beaucoup de chance. شو هو عنده حظ كبير مثلا. Il a beaucoup de chance. ولكن هو خاص يفهم il a beaucoup de chance. ولكن انت باش تقول عليه بلا ليطوت غتقول لي tu n'es pas mal chanceux. دائما تدير العكس، تستخدم هذاك لانتونيم هذاك لو كونترير ديال المقولة. مثلا tu es content. شنو العكس ديال content؟ هي مي content، ولكن خاص توظفها في لا دوبل نيكاسيون. tu n'es pas mécontent. tu n'es pas mécontent ça veut dire tu es content. Tu es content, c'est l'avantage. Tu n'es pas mécontent, c'est la litote. Vous avez compris maintenant. في المرتبة الثانية من لي فيغور داتينياسيون نجد لوفيميزم. لوفيميزم باللغة العربية هي تلطيف التعبير. إذن بارفوا تكون واحد الصفة أو تعبير تقدر تكون جارحة، تقدر تكون صادمة، تقدر تسبب لي إحراج. ولكن تنعتمد بالخصوص على هذا الفيكور دو ستيل لوفيميزم باش نقوم بتلطيف التعبير ديالنا باش ما نجرحش الشخص الاخر. اذا النيه ديالنا ماشي جرح الاخر او احراجه، العكس، النيه ديالنا انني نديروا واحد النوع ديال المجامله او تلطيف التعبير. تنعتمد بالاساس على لوفيميزم اللي تتكون من قسمين، سواء افيك لا دوبل نيغاسيون سواء تنديروا تعبير اقل من تعبير الاخر اللي يكون جارح. نعطيك المثال الاول لاستعمال ديال لا دوبل نيغاسيون. في هذه الحاله خاص نفرقوا ما بين لا ليطوت اي لا لوفيميزم. بالنسبه للوفيميزم تنحتاجوا لهذاك لا دوبل نيغاسيون لغرض ما، هو الغرض الاساسي باش هذاك المتلقي باش ما يوقعش لاحراج او اجراح. مثال على ذلك cet homme n'est pas très généreux. شنو المعنى الاصلي ديال cet homme n'est pas très généreux؟ généreux هو لو كونترير دو افار، معنى بخيل. الي افار ديال الحقيقه خاصنا نقولوا ليه الي افار، الي افار، الي ترو افار. ولكن هذاك الكلمه افار تقدر تسبب ليه احراج، تقدر تسبب ليه مثلا صدمه او جرح نفسي الى اخره. اذا في هذه الحاله تنحاول نطفو الكلام ديالنا بلا دوبل نيغاسيون، هذه تتسمى لوفيميزم. اذا النيه ديالنا هو تلطيف التعبير، العكس تماما على لا ليطوت. ما
مثلا كيف ما قلنا سابقا امام شي سيده مثلا او شي شخص تقول اني بالي الي تري بو مثلا اني با ميكونتون سافيدير الي تري كونتون. دائما تنستعملوا لهاد لاليطوط للتقليل من فكره معينه و فير اونتوندر لو بلوس. هذا خاص بلاليطوط. اما لوفيميسم تنستعملوا لوفيميسم لكي نلطف تلطيف تعبير، يكون عندنا واحد التنميق في التعبير ديالنا، تيكون التعبير ديالنا جميل ومقبول، ونتفاداو هذوك التعابير الجارحه او البذيئه. هذا هو المعنى الحقيقي ديال لوفيميسم، وكيفاش نكشفوا عليه مثلا، وكيفاش نعرفوا عليه من لي فيغور دو سيل، وكيفاش يمكن لينا نفرقوا ما بين لوفيميسم الى ليطات. لقد انهينا حصه اليوم وتعرفنا على لي فيغور داتينياسيون، لي فيغور دامبليفيكاسيون، كذلك فوس كيسيون، وسوف نتطرق لاحقا الى بعض التمارين للتوليف والدعم والتقويه في المجال ديال لي فيغور دو سيل. Alors c'est fini pour aujourd'hui, on a terminé le cours de figure de style. Pour la prochaine fois, je vous propose des exercices d'entraînement pour mieux maîtriser les figures de style. C'est avec vous Youssef Dalal de la chaîne Jocomics TV. Il vient de vous présenter Success Bac 1 pour mieux se préparer le régional de français en juin 2020 et avoir une bonne note. Au revoir.